يلعبها وشرع محمود اول هدف في المباراة. اول هدف في المباراة. لم تكن رهبة منطقة الجزاء لتثني عن أداء مهمته، فهو داخلها كالسم القاتل، التسجيل وصناعة الفارق. أما قطع الكرة عنه فهو ترف لا يكاد يصل إليه أحد، فدحرجتها أمامه خطر، وتمريرة يكسر بها خطوط المنافس واضعا زملائه أمام هدف محقق خطر، والتسديد خطر أيضا. وإذا لا حل أمام المدافع سوى أن لا يكون في يومه، أو الدعاء لربما كانت أبواب السماء مفتوحة. شرف محفوظ الذي نالت عدن الشرف أن تكون مكان ميلاده في العام 1966، فكان لها متعتها التي لا تنتهي، بدءا من الملاعب الترابية الصغيرة في المعلى، هناك حيث رأى المريسي فيه نبوءته فأهداه زيا رياضيا وحذاء، وحتى عريقها التلال الكيان الذي أصبح شرف زعيمه وقائده وأسطورته فيما بعد، وصولا إلى المنتخبات الوطنية التي امتلكت به مهاجما برتبة ساحر لا يعجز أن يسكن الكرة الشباك بقدميه أو برأسه. الهداف الذهبي كان على قدر هذا اللقب أو أعظم، 123 هدفا في البطولات المحلية ترجمت أحقيته بتوشح مثل هذا الوسام إلى واقع، و24 عاما من الإبداع الكروي المدهش كافأته بأن يكون واحدا من أفضل 20 لاعبا عربيا في إحدى سنواتها، وأهدته الحذاء الذهبي بتسجيله 30 هدفا في 92. لم تكن هدية بل استحقاقا ناله بقوة أقدامه وعزيمته التي لا تلين، فلطالما كان الدفاع أمامه كمحاولة السراب، حسب المدافع من الفخر أنه واجه، أما إيقافه فحلم مؤجل إلى حين. مسيرة شرف مع الكرة تجاوزت المحلية إلى الاحتراف. تضى منصور اللبناني كان المكان الذي احتضن الهداف الذهبي لعام واحد في 97 قبل أن يعود إلى التلال مجددا، ليكمل معه مسيرة من الإبداع لم تخلو من الألقاب أبدا تغنت بها الجماهير، فقيل شرف التلال محفوظ.